وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير الناس الكل. سنتحدث اليوم من خلال هذا الفيديو على واحد من أكثر الطقوس المرعبة اللي يقوم بها بعض السحرة والعياذ بالله، ميت إيكاسكس في الكسكسي، واللي من المؤكد أنه الكثير منكم سمع به من قبل سواء كنا في تونس أو في بقية البلدان العربية. نحكي على السحر كسكسي بيد الميت. وقبل هذا أرجو منكم جميعا الاشتراك في القناة ودعم الفيديو بلايك، وخلونا نبدأ. بينما كنت أبحث في موضوع سحر الكسكسي بيد الميت، اعترضني هذا المقال المنشور بتاريخ 2017 في موقع هوارا بريس التابع لدولة المغرب. جاء في هذا المقال ضبط لمشعوذة تهيئ الكسكسي بيد ميت في المقبرة، وهذا بمساعدة أحد العاملين في مقبرة الغفران. الآن أعتقد أن الصورة بدأت تتضح بالنسبة لكم. هذا النوع من الأسحار واللي يعتبر من أخطر أنواع السحر بالنسبة للكثيرين، مانيش قاعدة نخوف فيكم، لكن أنا نحكي على أخطر أنواع السحر واللي ما فما حتى دواء ينجم يشفي المصاب منه فعليا. باختصار، سحر الكسكسي بيد الميت هو عبارة على سحر يقوم من خلاله الساحر ولا الساحرة باستعمال يد الميت، يد حقيقية من أجل تحريك الكسكسي قبل تهويه أو إعداده. ومن المؤكد أيضا أنه يقوم بطقوس وطلاسم أخرى لا يعلمها سوى السحرة، ومن ثم يقع تقديم هذا الكسكسي اللي وقع إعداده بيد الميت للرجل أو المرأة التي يراد سحرها والعياذ بالله. السر وراء هذا السحر أنه يد الإنسان الميت تكون باردة جدا كيف ما هو معروف للجميع، وبالتالي فإن الرجل اللي بشكل هذا الكسكسي واللي وقع إعداده بواسطة يد الميت سيتحول إلى رجل بارد جدا، وهذا بشي أثر كثيرا على علاقته بزوجته، ويصل مفعول هذا السحر الخبيث والخطير إلى التفريق بين الأزواج والعياذ بالله. إذن هذا هو سحر الكسكسي بيد الميت باختصار. غالبا ما يقوم السحرة باستعمال يد الميت في حالتين، إما أثناء غسل الميت، وهناك يكون الساحر أو الساحرة هو من يقوم بتغسيل الميت فيستغل وجوده وحده مع الميت ويمسك بيد الإنسان الميت ويستعملها في تحريك الكسكسي. أما في الحالة الثانية وهي الشائعة والمنتشرة، فبعد دفن الإنسان الميت يقوم الساحر وإلى الساحرة بنبش القبر من ثم استخراج الميت واستعمال يده في تحريك الكسكسي. فعلا إنه السحر الكسكسي بيد الميت واحد من أشد وأخطر أنواع السحر وأكثرها رعبا، هو أشد أنواع السحر فتكا والتفريق بين الأزواج والعياذ بالله. وفي النهاية وبعد بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. في النهاية هذه هي حكاية سحر الكسكسي بيد الميت. نتمنى من اللي يسمعوه هذا النوع من السحر أنه يشاركونا باللي يسمعوه في التعليقات أسفل الفيديو. نتمنى يكون نال أعجابكم. رجاء اشتراك بالقناة وشكرا جزيلا للجميع. دمتم في رعاية الله وحفظه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.